السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في أخبار السادسة من مركز الأخبار بتلفزيون البحرين. نبدأ بأبرز العناوين. تمديد معرض التوظيف العام ليوم غد وألف وظيفة بانتظار الباحثين عن عمل. وزارة الأشغال تطرح 16 مشروعا لتخفيف الازدحامات المرورية وزيادة انسيابية الحركة. ومشاركة متميزة لطلبة البحرين في منتدى جي اي وورلد وايد العالمي للشباب في المكسيك. أهلا بكم إلى تفاصيل السادسة. افتتح سعادة السيد جميل بن محمد علي حمدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية معرض التوظيف العام الذي نظمته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ونظرا للتفاعل الإيجابي والإقبال الشديد من المواطنين الباحثين عن عمل لحضور المعرض، فقد قررت الوزارة تمديد فترة المعرض يوم غد الخميس ليتسنى لجميع الراغبين الاستفادة من فرص التوظيف الذي يوفرها المعرض. هذا ويشارك في المعرض 65 منشأة عاملة في القطاع الخاص، فيما بلغ مجموع الوظائف الشاغرة المعروضة أكثر من 1000 وظيفة، منها 550 وظيفة شاغرة قدمتها الجهات المشاركة و500 وظيفة منتقى من بنك الشواغر في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، موجهة إلى المواطنين الباحثين عن عمل من مختلف التخصصات والمؤهلات الدراسية. وأكد الوزير حمدان أن إقامة المعارض سواء المتخصصة منها أو العامة تعطي دفعات إضافية لحركة التوظيف في سوق العمل من خلال اللقاء المباشر بين أصحاب العمل والباحثين عن عمل، مؤكدا في هذا السياق على حيوية السوق وقدرته على توليد الوظائف للمواطنين بفضل التسهيلات التي تقدمها الحكومة الموقرة لمنشآت القطاع الخاص. اليوم أي زائر للمعرض يطلع بانطباع بأن الحمد لله سوق العمل في البحرين قادر على توفير أو توليد فرص عمل جديدة للمواطنين وبمستويات مختلفة في مختلف التخصصات، مختلف المستويات، ليس فقط من المهن غير لا تتطلب المهارة مثل ما ناس يحاولون يقولون. اليوم عندنا أكثر من 1000 وظيفة معروضة أمام رواد المعرض، عليهم أن ينتقون ما يشاءون وبما يتناسب مع مؤهلاتهم ورغباتهم. هذا المعرض معرض عام يعرض جميع المهن في جميع التخصصات، لقى إقبال كبير، لذلك راح نمدد الفترة الزمنية المخصصة يمتد إلى بكرة إن شاء الله، بحيث أن نستوعب أكثر عدد من المتقدمين. سياسة المعارض سياسة من أنجح البرامج والفعاليات اللي جربناها، تجعل التوظيف يتم بصورة فورية والاتفاق يحصل بصورة فورية بين صاحب العمل والمتقدم أو الباحث عن وظيفة، تجربة ناجحة سوف نعمل دائما على تطويرها للأفضل إن شاء الله. أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن الوزارة بدأت بطرح 16 مشروعا لتخفيف الازدحامات المرورية وزيادة انسيابية الحركة، وذلك ضمن المرحلة الثانية من خطة الوزارة للمشاريع التحسينية العاجلة، مبينا أن هذه المشاريع جاءت ضمن المرحلة الثانية وذلك بعد موافقة اللجنة التنسيقية برئاسة النائب الأول رئيس مجلس الوزراء، حيث تم البدء في 6 مشاريع منها لحل الاختناقات المرورية. كشفت وزارة المواصلات والاتصالات عن تنفيذ مشروع خطوط المترو على مراحل، لافتة إلى أنه سيكون الطول الإجمالي للمرحلة الأولى 25 كيلومترا مع وجود 17 محطة، موضحة أن المرحلة الأولى ستشمل بناء قسم الخط الأول بين المطار ومحطة السكك الحديدية في منطقة سلمباد بما في ذلك المستودع، كما تشمل بناء الخط الثاني بين الجفير ومرفأ البحرين المالي، مشيرة إلى أنه سيتم دمج الخط الأول والخط الثاني على نفس المسار على طريق الملك فيصل، حيث يكون المرفأ المالي محطة لتبادل الخطين.
أرسلت مؤسسة إنجاز البحرين وتحت رعاية مؤسسة تمكين مؤخرا وفدا من طلاب إنجاز للمشاركة في منتدى جي أي وورد وايد العالمي للشباب في المكسيك، والذي يقام هذا العام المرة الأولى في تاريخ المنظمة بحضور 600 طالب ينتمون إلى أكثر من 50 دولة. هذا وتمكن الطلاب والمشاركون من مملكة البحرين من الفوز واحتلال المراكز المتقدمة خلال مشاركتهم بأكثر من 50 نشاطا ومسابقة تتمحور جميعها حول ريادة الأعمال. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة فاطمة عبد الرحمن مدير البرامج بإنجاز البحرين. مساء الخير أستاذة فاطمة، بداية نبارك لكم الفوز في هذا المنتدى. أستاذة فاطمة، لو تحدثينا عن طبيعة وأهداف هذا المنتدى وأهمية مشاركة طلاب من البحرين في هذا المنتدى العالمي للشباب. مساء الخير وشكرا على هذه الاستضافة. الله يبارك فيكم. طبعا احنا كلنا فخورين بانجازات طلبتنا وانجازات شبابنا البحرين. طبعا هذه ما يدل الا على ان مملكه البحرين دائما ولاده ومعطاءه لشبابها. طبعا المنتدى كان المنتدى الاول لمؤسسه جونيور اتشيفمنت وورلد وايد، واللي هي تعتبر المؤسسه الام لانجاز البحرين. نعم. فضم المنتدى تقريبا اكثر من 600 طالب من 50 دولة من دول العالم. طبعا كانت تتراوح اعمار الطلبة ما بين 16 وال 21 سنة. نعم. وجميعهم كانوا من خريجين برامج جونيور اتشيفمنت وانجاز. طبعا الاهداف من هذا المنتدى هي تطوير المهارات الريادية لدى الطلبة، وأيضا إعدادهم لمتطلبات سوق العمل اليوم. وكان أيضا من أهدافها أن يخلقون شبكة تواصل عالمية لجميع المشاركين في هذا المنتدى. نعم أستاذة فاطمة، ما هي الفعاليات والنشاطات التي شارك فيها الشباب البحريني من خلال هذا المنتدى بالإضافة إلى النتائج التي تم تحقيقها؟ طبعا تضمن المنتدى نشاطات عديدة بمستوى عالمي، فكان منها ندوات لمتحدثين عالميين في عالم الريادة والأعمال التجارية، أيضا ورشات عمل في ريادة الأعمال، كما أيضا مسابقات تنافسية في ريادة الأعمال، وتضمنت أيضا أنشطة جماعية وثنائية كانت تحث على طبعا تعزيز روح الفريق الواحد. نعم، نبارك لكم مرة أخرى على هذا الإنجاز المتميز. الأستاذة فاطمة عبد الرحمن مدير البرامج بإنجاز البحرين، شكرا لك. نظمت مدينة الشباب 2030 التي تحتضنها وزارة شؤون الشباب والرياضة جلسة نقاشية بعنوان سبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودور الشباب في تحقيقها عبر القطاعات المختلفة، ليس لتلبية احتياجات الحاضر فقط بل أيضا بالاحتياجات المستقبلية. وقد اتبع التناول المفصل لأهداف التنمية المستدامة حوارا مفتوح ناقش فيه الشباب والمشاركين أهم التحديات التي تواجه الشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما تم اقتراح العديد من الحلول الإبداعية المتصلة بتلك التحديات، والتي كان من أهمها مستوى الوعي الشبابي بتلك الأهداف، العلاقة ما بين الاستهلاك والإنتاج، والحاجة الحقية لملامسة قضايا الآخر وغيرها. السادسة مستمرة وفيها بعد قليل. مركز الحورة والقضيبية الاجتماعي يقدم فعالية نتبنى للأطفال بل نفتت للأطفال لنشر الوعي الزراعي وثقافة المحافظة على الزراعة في المملكة. تم مؤخرا إصدار مجموعة جديدة من الطوابع التذكارية بمناسبة الإعلان عن أكبر اكتشاف نفطي في تاريخ مملكة البحرين، وتضم الطوابع الجديدة مجموعة متنوعة ومنتقة من التصاميم التي تبرز أهمية تلك المناسبة الغالية على المملكة.
وتعكس الطوابع الجديدة أجواء الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية الجليلة في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والتي أثمرت عن تحقيق أكبر اكتشاف نفطي في تاريخ مملكة البحرين من خلال البئر الاستكشافي خليج البحرين 2. أشارت قيادة خفر السواحل إلى أن الإجراءات الأمنية والقانونية التي نفذتها دورية خفر السواحل أسفرت عن ضبط 8774 كيلوغراما من الروبيان الطازج في فترة حظر الصيد وتداول وبيع الروبيان الطازج، وذلك ضمن جهود قيادة خفر السواحل بالتعاون مع الإدارات الأمنية في تنفيذ قرار حظر الصيد أو تداول أو بيع الروبيان في الفترة من الأول من مارس ولغاية 31 من يوليو من هذا العام. وتمثل دور الشرطة خفر السواحل في فترة حظر صيد الروبيان الطازج في القيام بإجراء حملات تفتيشية على القوارب والأسواق والأماكن العامة للتأكد من التزام رواد البحر والبائعين بالأنظمة والقوانين المتعلقة بحظر صيد أو تداول أو بيع الروبيان الطازج، وذلك حماية للثروة البحرية. هذا وبعد قرار حظر صيد الروبيان، أكد أمين سر جمعية الصيادين المحترفين أن الأسواق ستشهد حركة كبيرة في البيع والشراء مع نزول كميات كبيرة من الروبيان، متوقعا أن تتراوح أسعار كيلو روبيان بين دينار ونصف إلى دينارين بحسب الحجم، فيما يصل سعر الثلاجة التي تحتوي 40 كيلو إلى 50 دينار. ومن المتوقع أيضا أن يؤثر نزول الروبيان في الأسواق على حركة الطلب على الأسماك، ما سيؤدي لخفض أسعارها. نظم مركز الحورة والإقضابية الاجتماعي ضمن أنشطته للمعسكر الصيفي للأطفال فعالية تحت عنوان نبتتي، وذلك لنشر الوعي الزراعي وغرس حب الزراعة عند الأطفال منذ الصغر. لأجل مجتمع واع بأهمية المحافظة على الزراعة، نظم مركز الحورة والقضيبية الاجتماعي فعالية جاءت تحت مسمى نبتتي بمشاركة أكثر من 70 طفل وطفلة، وتأتي هذه الفعالية ضمن الفعاليات المصاحبة للمعسكر الصيفي والذي يقيمه مركز الحورة والقضيبية الاجتماعي. من ضمن أنشطة المركز للنشاط الصيفي اللي هو عندنا معسكر صيفي، قمنا بمخاطبة جمعية الهلال الأحمر والأمان العاصمة، فتعاوننا أن نقوم بأهمية البيئة للزراعة. فاليوم بيكون عندنا يوم عالمي اللي هو تشجير الأشجار في الحديقة، ومن أهميتهم أن احنا نوصل حق الأطفال أن هذه الأمور أن تهتمون بالأزهار والمحافظة عليها وشلون يطولون من عمرها. الفعالية طبعا من ضمن المعسكر الصيفي لمركز الحورة والقضيبية الاجتماعي. طبعا اليوم الأطفال خذوا دورة في الزراعة، كيفية الزراعة والمحافظة على المزروعات. طبعا اليوم اشتغلنا على النعناع على أساس أنه هو من الأعشاب الطبية والعطرية. تضمنت فعالية نبتتي ورشة عمل تحت إشراف مختصين وخبراء لتعليم الأطفال على كيفية الزراعة والمحافظة على المزروعات، والتي من خلالها قام الأطفال بزراعة عدد من النباتات وتزيين الأصيص، حيث تلت الورشة فقرة تشجير في الحديقة تم خلالها غرس عدد من الشجيرات. نحن دائما نأمل أن جميع المراكز تقوم بهذه التوعية لأن يخدم البلد وينمي فكر الأطفال. تعلمنا شلون نزرع النباتات اليوم، وأنا حدي مستانسة بهالنشاط. وهدفت الفعالية إلى نشر الوعي الزراعي وترسيخ مبادئ المحافظة على الزراعة لدى الأطفال وتوسيع الرقعة الخضراء في مملكة البحرين لخلق مجتمع مثقف بيئيا، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كشف تقرير إدارة ثروة نباتية بوزارة الأشغال والشؤون البلدية والتخطيط العمراني لشهر يونيو 2018 عن فحص أكثر من 49 نخلة وفسيلة ضمن برنامج حصري ومكافحة سوسة النخيل بجميع محافظات مملكة البحرين في شهر يونيو 2018، وأسفر ذلك عن رصد 198 إصابة بسوسة النخيل.
وذكر التقرير أنه من أهداف إدارة الثروة النباتية تحديد المزارع والنخيل المصاب بحشرة سوسة النخيل الحمراء وتحديد نسبة الإصابة بها. هذا وتمت زيارة 192 مزرعة وحديقة موزعة على محافظات مملكة البحرين. تصدرت محافظة العاصمة أعلى الزيارات بعدد 100 زيارة تم خلالها رصد 70 إصابة. أكدت كلية البحرين التقنية بأن فترة تثبيت قبول الدفعة الأولى من الطلبة المقبولين في الكلية للعام الأكاديمي 2019 انتهت يوم الخميس الماضي. وأشارت إدارة الكلية أن مجموع المقبولين في البوليتكنيك في ازدياد عام بعد عام، مما يدل على السمعة الطيبة التي رسختها الكلية على مدى 10 سنوات فقط من التأسيس، والمكانة التي جعلت منها مطلبا للطلبة ولأرباب العمل الذين أبدوا إعجابهم بالطلبة المتدربين في شركاتهم لما يمتلكونه من مهارات وإمكانات وجاهزية للعمل. استقبلت جمعية صداقة للمكفوفين بمقر الجمعية وفدا من المحافظة الجنوبية، وذلك بمناسبة يوم الصداقة العالمي الذي وافق 30 من يوليو من كل عام. وتأتي هذه الزيارات تأكيدا على حرص كل من المحافظة الجنوبية وجمعية الرعاية للمكفوفين على دعم المبادرات المجتمعية البناءة وتعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية بكافة أنواعها من أجل ترسيخ القيم الإنسانية النبيلة بالتواصل مع كل فئات وشرائح المجتمع ومع الجمعية على وجه الخصوص، حيث أن التعاون بين المحافظة الجنوبية وجمعية صداقة للمكفوفين ليس وليد اليوم أو اللحظة، بل أن هناك علاقة ممتدة منذ أن تم إقرار قانون توظيف ذوي الهمم في عام 2008 من أجل الحفاظ على نسيج مترابط ومتكاتف مجتمعيا. وفيما يلي عرض حالة الطقس في محافظات مملكة البحرين. وبهذا وصلنا إلى ختام أخبار السادسة، شكرا لكم على طيب المتابعة، دمتم برعاية الله تعالى.